خشب مصمم لتسع خلايا وعمر افتراضي 30 سنة، يعني تسع خلايا هذول بدهم تظل تستقبل النفايات لمدة 30 سنة. الخلية الأولى اكتملت، الخلية الثانية هاي شايفين هذا الجبل هاي اكتملت، من هاي الخلية الخلية الثالثة مساحتها ومسافتها تحت سطح الأرض عشان عملية التحليل اللي حكت عنها الصبية هون، تحلل النفايات ويصير عندي إنتاج لغاز الميثان، الغاز الميثان هذا أنتج منه الطاقة، تولد الطاقة الكهربائية. هلا الخلية الواحدة تكلفتها عشان قبل ما نشتغل فيها 3 مليون دينار أردني. أولين تخيل شو 3 مليون دينار أردني؟ هسا أنتم شايفين هون هذا بلاستيك صح؟ هذا البلاستيك 3 أنواع مستخدمة هنا. بلاستيك المواصفات ومقاييس عالمية، حتى انه المي اللي بتنزل من النفايات هاي ما تترشح وتنزل على الحوض المائي الجوفي وتلوثه، تكون بس صالحة للزراعة. شي المياه؟ لا مش صالحة للزراعة. هل المياه هاي المي هاي في نظام شبكة من البواسير أرضية الخلية تحت موجودة على مستوى 120 دنم، هاي مساحة الخلية مشبوك على ابار جهه الشماليه للخليه، تتجمع كل المي هاي وبعدين بتروح بواسطه مضخات او محطه لمعالجه العصاره. هسه العصاره هاي او المي شو بنساوي فيها؟ نستخدمها مره ثانيه ونضخها وين؟ على النفايات عشان تزيد نسبه التحلل للنفايات وتزيد نسبه البكتيريا داخل النفايات. طب في انواع تتحلل قبل انواع من طبعا هسه النفايات بتجينا من المصدر من عند البيوت، مثلا من عند بيوتكم حسب والله واحد جبها النفايات بحط بكيس الزباله. اكثر نفايات تتحلل اللي هي نفايات الطبيخ، شيء نفايات الاكل الاورجانيك ويست يقولوا لها، اللي فيها نسبه المركبات العضويه عاليه جدا. هسه في انواع ثانيه من النفايات تتاخر، مثل البلاستيك بده مثلا 20 سنه لما يتحلل، 15 سنه لما يتحلل. هسه عندنا هون احنا بس بنستقبل مكب الغباوي النفايات المنزلية فقط، يعني بمعنى خشب بنستقبلش، بلاستيك بنستقبلش، بولسترين بنستقبلش، طمم بنستقبلش. في مكب ثاني تابع لأمانة عمان بيجي عليه كل هاي النفايات لأنها ما بتتحللش وصعب انها تتحلل، وإذا بدي أجيبها أنا هون وعالجها عندي رايح تأخذ وقت وما استفيدش منها ومش راح ينتج عندي غاز الميثان اللي هو الهدف الرئيسي من إنتاج المشروع. مين عنده أي سؤال؟ النفايات احنا حكينا هون مستقبل عندنا نفايات منزليه فقط لا غير، فقط النفايات المنزليه. مكان فرز النفايات هون راح يعرف يكون فيها داخل الكيس مثلا واحد بلاستيك احيانا. هلا احكي لك شغله، كيف بدك فرز؟ هلا احكي لك شغله، عمليه انا حكيت الجزء مميز هون للاخت ايه بترولا، عمليه فرز النفايات وتعمل لها سيبريشن فرز سورس المصدر مش موضوع سهل، لانه اكثر عامل يساعدك بعمليه فرز النفايات اللي هو المواطن نفسه، وعي المواطن. يعني هلا بتيجي ممكن انه بعمان الغربيه يصير تجاوب مثلا نسبه 30% مع 50%، لكن بعمان الشرقيه والمناطق الصناعيه صعب جدا يقول لك شو النفايات وليش افرز النفايات. فبالتالي العامل الاساسي في افراز النفايات بيعتمد على وعي المواطن، اثنين في تكلفه تشغيليه، يعني اوروبا قديش متقدمه نسبه الفرز عندها ما وصلت 35% فرز النفايات. فبالك هلا تيجي تقول انا بدي افرز النفايات بالعاصمه ما انت عمال. انا حكيت للاخت هاي انه عمليه النفايات معالجتها من المصدر من البيوت جمعها ونقلها وتكلفه عمال وجور ديزل معدات البيئه لنقل النفايات حتى توصل لمكب الغباوي سنوي 45 مليون دولار.